زاهين برهاني لاجئ خمسيني يصطحب والدته الثمانينية تتوكأ عليه قبل عصاتها بحثا عن الدواء وقد كثر عليها الداء، فهي تعاني قبل الإهمال فقدان البصر والالتهاب الرئوي. أمنا مالا؟ مالا على عينها ما تشوف، ما تشوف كله، ولا بالليل ولا حسب النهار ما تشوف إلا بالناس تمشي، في تطلع زي الناس تمشي بالناس عندها أولاد حاجة. علاج هنا لقيتوا علاج؟ أي ده كمان عنده هواء تقول هنا بهنا بهنا يمسكها. الحقيقة المرة التي اكتشفناها هنا هي أنه لا توجد منظمة واحدة تعتني بشؤون كبار السن. أدوية السكر والضغط والروماتيزم منعدمة تماما. أما الحديث عن مشاكل العيون والعمى يعتبر في هذا المكان ترفا في حد ذاته. كبار السن ما عندهم جهة بتسندهم، يعني سند خاص بالذات كبار السن محتاجين لرعاية. يا ريت لو في منظمة بتجي تهتم بكبار السن. الملاحظ انه الناس مهتمين بالصحه الانجابيه بالنسبه للنساء وبالنسبه للاطفال، يعني بيحاولوا يوفروا لهم ادويتهم وباقي الفئات العمريه، لكن الفئات كبار السن بيعانوا معاناه شديده جدا جدا من الحاجات اللي بتخصهم، يعني ما متوفره لهم من علاجات وخلافه. وتشهد المخيمات حملات تطعيم استباقا لأمراض الخريف وأهمها الكوليرا إلى جانب أمراض الطفولة مثل الحصبة. نحن في معسكر أم راكوبة، يمكن الناس مستهدفة عدد 7000 طفل بالحصبة و13664 بلقاح الكوليرا. وتشهد إمدادات الأدوية شحاً مستمراً خاصة أدوية الأطفال بسبب الاستهلاك العالي. ظروف صحية بالغة التعقيد يعيشها اللاجئون الإثيوبيون في المخيمات، بينما يمثل نقص الأدوية أكبر تحدي أمام السلطات الصحية في المخيمات. محي الدين جبريل، قناة الغد، من مخيم أم راكوبة للاجئين على الحدود السودانية الإثيوبية.